شيبون مستشار جماعي بجامعه المعزيز عن حزب التقدم والاشتراكيه. جامعه المعزيز اللي كتعرف واحد الضعف كبير في الموارد الماليه والذاتيه ديالها، وحنا كمجلس وبصفتي كمستشار عن حزب التقدم والاشتراكيه خدينا المبادره في البحث على مجموعه من التمويلات بمعنى على المستوى الوطني على شكل وزارات، كل وزاره على القطاع اللي عندنا فيه نقص. ويمكن لي نقول لك على انه جامعه المعزيز تعاني نقص كبير من جميع المستويات، لكن هذا خلانا كاننا نبحثوا على موارد جديده، على استراتيجيه واضحه اللي يمكن من خلالها انه المواطن والمواطنه الشاب والشابه داخل جامعه المعزيز يمكن توفر لهم الحد الادنى ديال ظروف العيش الكريم. وعلى مستوى المشاكل الكبرى اللي عانت منها الجامعه والتي لا زالت تعاني الى حدود اللحظه هو غياب مشروع ديال واد الحاره، بمعنى مشروع التطهير السائل. وهنا كان عندنا كذلك تحرك، وكان عندنا كذلك في هذا المستوى كان عندنا تحرك في هذا المستوى ديال مشروع التطهير السائل. بصفتي كمستشار ديال حزب التقدم والاشتراكيه استطعنا اننا ناخذ واحد الالتزام كتابي من طرف الوزاره المنتدبه لدى وزاره الطاقه والمعادن والماء والبيئه المكلفه بالماء التي تراسها رفيقة الاستاذه شرفات افيلال. وهذا الالتزام هو تعبير صريح من طرف الوزاره على انها مستعده للمساهمه الماديه في تمويل هذا المشروع. وكما كيعرف الجميع على انه مشروع اللي ناضلت من خلاله ساكنه جامعه المعزيز، واللي نظمت من خلاله مجموعه ديال الوقفات الاحتجاجيه، واللي عبرت عن السخط ديالها. اليوم كنقولوا اليوم على انه في ظرف سنه استطعنا على اننا نجيبوا التزام اللي غادي يمكن ينضاف لمجموعه ديال التمويلات الاخرى، سواء للمكتب الوطني للماء اللي هو حامل المشروع، وسواء كذلك لصندوق التنميه القرويه والمناطق الجبليه اللي في سنه 2013 عطى مساهمه ديال مليار. انا ذاك